السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع تقبل الحدود من قلب الحدث في مؤتمر لينوفو في دبي. تم إطلاق 6 هواتف محمولة، من ضمنها اللي هو S820. الهاتف اللي عجبني بشكل كبير جدا من ناحية جودة التصنيع خاصة وطريقة تصميم هذا الهاتف، بمقابل انك راح تاخذ او انك راح تدفع 990 ريال سعودي لما يصدر بشكل رسمي. بالعاده بهذه الاسعار لما يعني نتوقع انه الهاتف راح يكون مواصفات عاديه جدا او اقل من ذلك، لكن تخيل ان هذا الهاتف راح يعطيك مواصفات عاليه جدا مقابل السعر هذا الزهيد. راح يكون متوفر منه عده الوان. هذا الهاتف راح يكون بشريحتين، الاستبدال ما بينهما يكون سلس جدا. الشاشة اللي عندك هنا 4.66 انش، يعني 4.66 انش بتحديدا. كتابة البكسلات فوق 300، درجة وضوح اللي هي 720x1280، يعني دقة 720p. المعالج اللي عندك اللي هو رباع النواة 1.2 جيجا هرتز، الذاكرة العشوائية 1 جيجا بايت، ايضا اللي هو السعه الداخليه 4 جيجا بايت، لكن راح تاخذ الذاكره الخارجيه واللي يمديك ترفع السعه الى يعني 32 جيجا بايت. الكاميرا الخلفيه عندك اللي هنا 12 ميجا بكسل مع فلاش الاي دي، وكاميرا اماميه 2 ميجا بكسل. والبطاريه اخيرا وليس اخرا اللي هي 2000 ملي امبير. طبعا هذا هو المواصفات الخاصة بهذا الهاتف، زي ما ذكرت انه راح تاخذ مواصفات عالية مقارنة بهذا السعر المنافس. هنا راح تشوف زرية التحكم بمستوى الصوت، وهنا راح تشوف منفذ الصوتي 3.5 ملم مع زر الطاقة واللي هو مسؤول ايضا عن تفعيل او الغاء الشاشة. من هنا ما راح تشوف اي شيء، مكان خالي جدا ممتاز لامساك الهاتف والتحكم فيه من دون الضغط على احد الازرار بالخطأ. من هنا راح تشوف المنفذ الصوتي 3.5 اليو اس بي، مايكرو يو اس بي من نوع. ومن هنا راح تشوف الخلف الكاميرا ايضا اللي هو السماعه الخارجيه. لما تيجي تفك الهاتف راح افك لكم. لما تيجي تفك الهاتف راح تشوف منفذين الخاص بالشريحه. طبعا لازم تشيل البطارية نفسها على اساس انك تقدر تدخل احدى الشرائح الموجودة هنا، وهنا منفذ الخاص بالذاكرة الخارجية. طبعا هذا هو الهاتف. الهاتف ايضا مزود بنظام الاندرويد الجيلي بين اللي هو 4.2.1. نظام الاندرويد الجيلي بين ممتاز بواجهة خاصة بسيطة جدا من لينوفو. الخدمات او الموجودة فيها يعني بسيطة مش كثيرة، وهذا أفضل، إنه كل ما كان الواجهة أبسط كل ما كانت عملية الوصول للنظام أبسط بكثير. خاصية الوصول إلى أدوات الاتصال أصبحت موجودة هنا. بإمكانك أيضا الذهاب إلى أيضا الإعدادات مقسمة إلى ثلاثة أقسام موجودة هنا زي ما أنت شايف، اللي هي كومن سيتنج اللي هي الاعدادات الاكثر شيوعا من ناحيه التواصل. عندنا هنا اللي هو كاركتر اللي هو ممكن اللي هو كاركتر سيتنج اللي هي ممكن تصل الى اختيارات معينه مثل اوتوماتيكلي انكريز رينجينج، يعني خدمات خاصه بالنوفو اللي هو رفع مستوى نغمه الرنين عند الاتصال، او العكس ديكريز تون الموجود سمول roll slide the edge of the screen to change layout اللي هو لتغيير اللي الموجود فيها، white touch اللي هو يعني عدم اختصار smart answer اللي هو اتصال على المكالمات. لكن انا ما يهمني هنا، يهمني انه تقدر هنا التحكم بالشريحتين، الكول رينج تون اللي هي مثلا النغمه على الشريحه الاولى تختلف عن الشريحه الثانيه او الرسائل الموجوده فيها، فهذه تقدر تتحكم موجود هنا، او انك تروح للاول سيتنج اللي هي الاعدادات بالكامل. من الاشياء اللي تلاحظها في هذا الهاتف انه فيه برنامج بالثيم ممكن تغير الواجهه فيها بما فيها الايقونات، هذه شاهدناها كثيرا تحديدا في عدد من الهواتف الصينيه. عندك الخدمات المعتاده الموجوده هنا، نورتن موبايل برنامج الحمايه الخاص فيك اللي راح يوصلك الى
استخدام برنامج حماية انه يحمي جوالك من برمجيات الخبيثة. جيم لوفت لايف اللي هو خدمات جيم لوفت الخاصة بالالعاب الموجودة هنا. الفلاش لايت اللي هو تشغيل او اطفاء الفلاش على سبيل المثال. عندك بعض الالعاب المثبتة فانت راح تسوي هنا. لينوفو باور واللي هنا راح يعلمك انك كم المقدار الموجود من البطارية وكم اللي ممكن يعطيك عدد من الخيارات اللي ممكن تتحكم في البطارية نفسها. يعني ممكن انت تخليه يستخدم اقل مقدار ممكن من البطارية نفسها. فهذا خيار جيد صراحة وراح ينصحك باشياء كثيرة على فكرة، انك اساسا انك تمد من عمر او تطول من عمر البطارية. برنامج الفيديو اللي هو مشغل الفيديو نفسه ما في شيء جديد مهم يعني صراحة. فيه واحد من البرامج اللي ممكن تشوفها يعني في بعض البرامج سبق ان ثبتناها، اللي من اهم البرامج اللي لاحظتها انه السوبر جاليري والسوبر كاميرا. المصطلح هذا نفسه يعني يقصد فيه خيارات كثيرة من الكاميرا. فلو خشينا الكاميرا نفسها راح تشوف الخيارات كثيرة. هذا اللي انا لاحظته، ممكن تستخدم فيها عدد كبير وضخم جدا من الفلاتر. يعني اول مره اشوفها. اللينس افكت اللي هي العدسات التاثير، ماجيك افكت تاثيرات سحريه، كولر افكت اللي هي تاثيرات على مجال الالوان. يعني هذه اول مره اشوفها الصراحه. فممكن هنا تروح لعدد من خصائص التصوير ايضا. البيرست اللي هو التصوير ياخذ اكثر من لقطه بسرعه هائله، تصوير بانورامي، تصوير الليلي، تصوير بتقنيه الاتش دي ار بحكم ان الكاميرا 12 ميجا بكسل يمديك تصور فيديو دقه عاليه جدا، لو لايت تصوير في الاضاءه الضعيفه. فعندك كثير من الخيارات صراحه. احسن لينوفو في وضع خيارات كثيره، او انك تروح مثلا للسنسر نفسه اللي هو السي سي دي وتتحكم مثلا في استخدام الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية مع أنها موجودة على اليمين، ما أدري ليش إضافتها هنا. التحكم بالفلاش، التحكم بدرجة وضوح المشاهد، تأثيرات وغيرها. فأجدها كويسة أنه حتى التقريب فيها 4 مرات سواء كان تصوير عادي أو تصوير الفيديو. فأتوقع برضو شيء جيد. تحويل ما بين الكاميرا يتم عن طريق التصوير العادي وتصوير الفيديو. فممكن تتحكم فيها او انك مثلا لازم خليني اوريكم اياها اللي هي لما تصور ممكن صوره ممكن ترجع للصوره اللي هي انت صورتها. فهذه يبغى يوضح لك انه بامكانك تشوف الصوره بشكل فوري جدا صراحه. فالهاتف بواجهه جميله، الاداء متوسط الاداء يعني على الرغم انه ما اجرب انواع لكنه اداء ممتاز. لكن اتوقع ان هذه نسخه ديمو لذلك انه في مشكله في الاداء شوي، فما يمكن نحكم على هذا. لكن بغيت اوريكم ايش القدرات الهائله اللي يقدر يقدمها لك الهاتف وايش الجديد في الواجهه في هذا النظام. فكان معكم اخوكم سلطان القحطاني من موقع تقريب الحدود. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.